حسنين هيكل. طبعا يعني اولا بالرحمه للاستاذ هيكل، لانه احنا النهارده لم نفقد شخصا عاديا، ولكن احنا فقدنا قيمه كبيره ليس في عالم الصحافه فقط، ولكن نعم. ايضا على مستوى التحليل السياسي، وايضا واحد من ابرز، انا في وجهه نظري انه واحد من ابرز المفكرين السياسيين في القرن العشرين. الاستاذ هيكل طبعا على الصعيد الانساني هو شخصيه مبهره لكل المقاييس ولكل المعايير، لانه اولا نحن نجد انفسنا امام شخص اولا موسوعه كبيره، شخصيه مثقفه، شخصيه قارئه ومطلعه على كل مجريات الاحداث، ليس فقط على مستوى الاقليم ولكن ايضا على المستوى الدولي. ايضا شخص يعلم جيدا ما يقوله ومتى واين وكيف، شخص يعني يستطيع، له جاذبية شديدة جدا تجتذب كل من يقترب منه، لأنه لديه دائما جديد، لديه دائما ما يمكن أن نتعلمه منه، ليس فقط على في الجانب الحرفي أو الجانب المهني في عالم الصحافة، وهو له مدرسة كبيرة وله يعني العشرات بل المئات من التلاميذ سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن أيضا في طبيعة التفكير وفي نمط التفكير وفي استخلاص النتائج وفي الرؤية وعمقها لكل ما يدور من حولنا سواء داخل مصر أو خارجها. نعم، يعني سيادتك الآن مدير تحرير الأهرام، والكاتب الراحل كان رئيس تحرير الأهرام ما يقرب 17 عاما، يعني حدثنا عن البصمة الواضحة الذي تركها في جريدة الأهرام هذا الصرح الكبير. لكي نتحدث عن البصمات التي تركها الأستاذ هيكل نحتاج إلى وقت كبير، ولكن أبرز هذه البصمات إنه يعني جعل في نظام للعمل، جعل هناك نوع من المرجعية في كثير من الأشياء، بمعنى إنه فيما سبق الأمور كانت بتسير بشكل عشوائي. الأستاذ هيكل تمكن من أن يضع نظام محدد للعمل، يستطيع من يأتي بعده أن يسير عليه. الدقة فيما يقوم به الصحفي وفيما يحضره من معلومات، لابد أن تكون معلومات دقيقة. جانب الدقة كان يعني من الأمور والقضايا التي كانت تشغله كثيرا. فكرة عدم التسرع، لابد أن يكون هناك تأكد من مصدر واثنين وثلاثة حتى لا تقع الصحيفة في أي مخالفة، يعني في نوع من الأخطاء المهنية التي للأسف الشديد بنرى أنه في كثير من الصحف وبعض المواقع الإلكترونية التي تقع فيها نتيجة لعدم حرصها على جانب الدقة. فكرة التواصل مع العالم الخارجي، أنه كان هناك حرص شديد على أنه الأهرام لا ينفصل عن العالم من خلال كثير من الاتفاقيات التي وقعت للتعاون سواء مع صحف كبرى في العالم أو مع مؤسسات إعلامية. فكرة التأريخ نفسها، يعني فكرة التأريخ يعني في مثلا قسم زي قسم المعلومات أو الأرشيف، فكرة أنه لابد أن يكون هناك النظام لكي نستطيع أن نعود إلى المعلومة وموعد نشرها والمصدر اللي فيها. هناك كثير جدا على المستوى المهني الذي تركه الأستاذ هيكل، يعني بصراحة الأمر يحتاج إلى وقت طويل وإلى أحاديث كثيرة جدا حتى نستطيع أو نتمكن من أن نلم بكل عناصرها، ولكن ما ذكرته سابقا مجرد بس شذرات مما يمكن أن نورده في التوقيت الراهن. نعم أستاذ محمد، يعني ما هو سر توجه الكاتب الراحل في الفترة الأخيرة إلى الكتابة بشكل مكثف وابتعاده تماما عن المشهد السياسي؟ يعني
يعني انا مش شايف ان هو كان ابتعد عن المشهد السياسي، بل على العكس. اذا رجعت حضرتك الى مجموعه الاحاديث التلفزيونيه التي ادلى بها في الاونه الاخيره، كلها كانت منصبه على المشهد العام والمشهد الاقليمي، المشهد المصري والمشهد في منطقه الشرق الاوسط وفي العالم عموما. فبالتالي انا لا اتفق مع حضرتك في هذه الجزئيه، بل على العكس. نعم. هو كان حضوره طاغي في هذه المساله، لقاءاته مع كافة أطياف العمل الإعلامي وأيضا العمل السياسي لم تكن تتوقف، وكان بيدلي بآرائه كثيرا في هذه المسألة. نعم، ولكن ما قصده، يعني ما أقصده بسؤالي، أنه توجه للكتابة وتفرغ لها وابتعد عن المشهد السياسي فعليا. لا يعني تحديدا حضرتك تقصدي ايه بالمشهد السياسي؟ هل فكره المشاركه يعني في صناعه القرار مثل ما كان؟ نعم، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. نعم، يعني كان مستشارا لرئيس الجمهوريه في 74. ومن بعدها انتقل للكتابه تماما. هذا لا، هو تفرغه للكتابه ده لانه هو كان ليه موقف اساسي. هو كان دائما بيصف علاقته مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بانها علاقه صداقه اكثر منها اي شيء اخر، وانه هذا الدور الذي كان يقوم به كان بين صديقين، كان بيجمع بينهم كثير من الروابط الفكريه والروابط الثقافيه وايضا الكثير من الثوابت الوطنيه والقوميه وايضا الكثير من الاحلام والامنيات لمصر ولمستقبلها. نعم. وبالتالي هو اثر على نفسه ان يعود للرجل الاصلي، وحتى حينما كان يلعب هذا الدور خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو لم ينسى انه كان بالاساس صحفي، وكان نعم. تعامله من هذا المنطلق، وده كان اعتزازه الدائم بهذه المهنه، لانه حتى دائما ابدا كان بيصف نفسه بانه جورنالي. وبالتالي هو كان تشبثه الاساسي بمهنته الاساسيه. اما الدور اللي حضرتك بتتكلمي عليه، انا اتصور ان هو اكتفى بما فعله وما حققه خلال عهد الرئيس عبد الناصر، ولم يريد ان يعيد التجربه مره اخرى. هو كان بيشارك من خلال تحليلاته ومن خلال آراءه ومن خلال توجهاته. هي دي النقطه اللي احنا نقدر ان احنا نتكلم فيها. وايضا بالمناسبه هذه الاراء وهذه التحليلات كان ليها تاثير بالغ وتاثير كبير فيما نشهده او فيما تشهده المنطقه وايضا فيما تشهده مصر. واذكر حضرتك بالمحاضره الشهيره اللي كان القاها في الجامعه الامريكيه، وكان تناول فيها بشكل واضح في التوريث وما اثارته من يعني ردود فعل وتاثيرات كثيره جدا، وفتحت الباب للملف فيها للكلام في الملف الشاهد. فبالتالي حتى وجوده على ليها دور بالغ جدا في المشهد السياسي. يعني انا ما بعتبرش ان هو كان بعيد عني، تمام، ليس من خلال آلية صناعة القرار، ولكن من خلال آراء ومن خلال كتابات ومن خلال أيضا يعني أحاديث وحوارات التلفزيونية. نعم، الأستاذ محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحسن انضمامك إلينا. والآن مشاهدينا ننتقل إلى الكاتب طارق الصنوطي، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي. أستاذ طارق، هل تسمعني؟ أيوه. نعم، أرحب بك إلى نشرة الثانية عشرة. ويعني بداية، رحم الله الفقيد، يعني مسميات عدة أطلقت على الكاتب الكبير، يعني مؤرخ تاريخ مصر وصديق الحكام وأيضا كاتب السلطة، وبالرغم من هذا كله يعني كان يفضل دائما لقب الصحفي. يعني ما سر اعتزاز محمد حسنين هيكل بهذا اللقب تحديدا؟ فرأيي أن أفضل الألقاب كما ذكرت التي كان يحبها أو يرغبها الأستاذ هيكل رحمه الله هو لقب الصحفي أو الجورنالجي كما كان يطلق هو أحيانا هذا الاسم. نعم. هو كان يدرك، أنا في واقع الأمر أتيحت لي الفرصة أن ألتقي به أكثر من مرة في الأهرام وخارج الأهرام. هو كان يدرك تماما، وكان دائما يتحدث أن الصحفي يمكن أن يكون مستشارا، ويمكن أن يكون روائيا، ويمكن أن يكون مؤلفا، ويمكن أن يكون يتولى وظائف عديدة عندما يجيد هذه المهنة ويخلص لها. إذن هو كان يرى أن كلمة الصحفي هي تشمل كافة المناصب الأخرى أو المهام الأخرى المرتبطة بهذا العمل، خاصة
فيما يتعلق بالكتابة السياسية أو التعليق على الأحداث السياسية أو رؤيته وطرحها فيما يتعلق بالملفات الحيوية الشائكة الموجودة في المنطقة أو في العالم بشكل عام. الأستاذ هيك رحمه الله كان لم يكن كاتبا محليا أو كاتبا إقليميا، بل كان كاتبا دوليا، وهو معروف على مستوى العالم كله، وله إسهامات عديدة في مراكز بحثية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو في دول جنوب شرق آسيا وغيرها، وله كتب، سلسلة كبيرة جدا من الكتب، وهناك أجيال كثيرة تتلمذت على يديه، وسواء مباشرة أو من خلال كتبه ولقاءاته المختلفة. وكان دائما عندما يتحدث عن تواصل الأجيال وكيفية توثيق هذا التواصل حتى يكون هناك نقل للخبرات ونقل للمعرفة. وهو أسس مؤسسة هيكل للصحافة، وهي موجودة، كانت تقوم بعمل ورش عمل وتدريبات للصحفيين الشبان، وهو كان بنفسه يحضر هذه اللقاءات والندوات، وهو نوع من أنواع نقل الخبرات كما ذكرت التي كان يحرص عليها الأستاذ. وهو دائما ما كنا نطلق عليه في الأهرام أو في الأخبار أو في المؤسسات الصحفية المختلفة لقب الأستاذ، لأنه كنا ننظر إليه على أنه معلم لأجيال كثيرة ورمز من رموز الصحافة المصرية والعربية والعالمية أيضا. فبالسلطان هيكل الفرايي لنا في مصر والعالم العربي فقدنا قيمة كبيرة، أعتقد أنه من الرموز التي من الصعب تعويضها، ومن الصعب أن يكون هناك شخصية بهذا الحجم وبهذه القامة الكبيرة. أستاذ هيكل أتيحت له فرص عديدة جدا منذ الأربعينات، شارك في تغطيات حروب عديدة والتقى بزعماء سواء عرب أو دوليين أو عالميين، لقاءات عديدة جدا ونشر الكثير منها. لذا الفرص التي أتيحت للأستاذ هيكل جعلته صحفيا متميزا. يعني بالطبع يعني سيد طارق، يعني هذا هو كان سؤالي التالي، وهو طبيعة اللقاءات التي أجراها هيكل مع العديد من زعماء الدول ورؤساء الدول، يعني كيف انعكست على كتاباته وكيف أثرت على كتاباته؟ أولا هذه اللقاءات التي تمت أعطت الأستاذ هيكل خبرة كبيرة جدا وأثرت بشكل كبير على كتاباته، لأنه عندما يلتقي مع زعماء الدول يستطيع أن يفهم ويدرك برؤية هذه الدول من خلال الحوار مع الرؤساء أو رؤساء الوزارات أو رؤساء الحكومات أو الرؤساء السابقين أو زعماء الأحزاب السياسية الكبرى في هذه الدول. هذه اللقاءات انعكست بشكل كبير على كتاباتي، خاصة فيما كان ينشره من تحليلات في الصحف المختلفة في الأهرام وغيرها، وأدت بشكل كبير إلى إثراء المكتبة العربية من خلال مجموعة كبيرة من الكتب التي نشرها الأستاذ هيكل بصورة حوارات قام بها أو رحلات قام بها. هذه الحوارات تؤدي إلى تشكيل شخص كبير في شخصية الصحفي، لأن هناك تأثير من قبل هؤلاء الزعماء والرؤساء التي يلتقي بهم سواء على المستوى الفكري أو على المستوى المهني أيضا. فهذه اللقاءات تعطي أهمية كبيرة لأي صحفي يقوم بها، خاصة عندما يكون هذا الصحفي في مستوى الأستاذ هيكل ثقافيا وفكريا. تكون هناك إضافة أيضا ليس الأستاذ هيكل فقط، وإنما للقارئ أيضا في المصري والعربي. نعم أستاذ طارق، يعني اعتزل هيكل الكتابة المنتظمة والعمل الصحافي تحديدا في عام 2003 وبعد أن أتم عامه 80، ولكن وأيضا في هذا الوقت كتب مقال مثير تحت عنوان استئذان في الانصراف، ولكن بالرغم من هذا الاعتزال ظلت الكتابة مؤثرة عليه وتشغل باله وفكره، وأقام العديد من الحلقات التلفزيونية. يعني بماذا تفسر هذا العشق للكتابة؟ أنا في رأيي أن الأستاذ هيكل عندما كتب مقالي استأذن في الانصراف لم يقصد أن ينصرف بشكل كامل عن الحياة السياسية والتأثير فيها والتحليلات التي قلتها، وإنما كان يقصد فقط كما ذكرت الانصراف عن
الكتابة بشكل منتظم. نعم. ولكن الإعلام والأحداث الموجودة لا يمكن أن يتركها الأستاذ هيكر رحمه الله وأن ينصرف عنها، لأنه كما ذكرت لديه حصيلة كبيرة وخبرة كبيرة جدا من اللقاءات التي أجراها وحياته الصحفية الطويلة الحساسة التي كانت موجودة في أحداث عديدة في المنطقة. كان لابد للإعلام والشارع المصري والعرب أيضا أن يستفيد من هذه الخبرة من خلال التحليلات التي يقوم بها الأستاذ هيكل، ولذا فهو قام بعمل حديث كثيرة لعدد من القنوات الفضائية المختلفة، وأيضا قام بالإدلاء بعدد من الحوارات وتم نشرها في بعضها في كتب لتحليل على والتعليق على الأحداث التي شهدتها المنطقة، خاصة بعدما انطلقت أحداث الربيع العربي في تونس ثم في مصر ثم في ليبيا وتبعتها تطورات عديدة في المنطقة. نعم. وأزمات سوريا واليمن. فكان الأستاذ هيكل له رؤية ثاقبة في هذه الأحداث استفادت منها رأي ليس القارئ أو المتابع فقط، وإنما القيادات السياسية الموجودة في هذه الدول بشكل كبير. ومن قبلها أيضا كان ناقد وينتقد السياسات في عهد الرئيس السادات والتي على إثرها اعتقل أيضا. نعم، هو كانت هناك خلافات بينه وبين الرئيس السادات، ونشر كتاب خريف الغضب ذكر فيه كثيرا من السلبيات في عهد الرئيس السادات، ولكنه عاد بعد ذلك ونشر كتابا آخر عن الحرب والسلام، وكان هذا الكتاب بمثابة البعض رأى أنه رد اعتبار لعهد الرئيس السادات خلال هذه الفترة. فالكاتب الكبير رحمه الله هيكل كانت له مواقف كثيرة جدا مثيرة للجدل في الأوساط الثقافية والسياسية، ولكن في النهاية هو كان يملك كاريزما وكانت لديه يملك دائما كما نقول أدوات الحوار ومعلومات الحوار، ويستطيع أن يقود الحوار ويوجهه في الاتجاه الذي يرى أنه صحيحا، ولذا كانت لديه شعبية كبيرة وكان لديه تأثيرا كبيرا سواء على المستوى المصري أو الإقليمي أو الدولي أيضا. نعم، السيد طارق الصنوطي نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، شكرا جزيلا لك. للأسف الشديد إن كتير قوي من بيقولوا مش بيثير بس جدل، بيثير خناقات. يعني أنا بعتقد إن البلد أنقذت من مصيبة كانت جاية. ما كانت مقبلة عليه البلد كان هوم. حروف العظماء في صفحات خالدة تكمن، نقلب فيها فنجد منهم من كان قلمه وكلمته كبصمة إصبعه، لا تتغير لا تتبدل، تفصح عن هويته ومكنونه. وإن أردت أن تتعرف عليه جيدا فببساطة استمع لما تقوله كلماته. محمد حسنين هيكل، يغيب الجسد ويبقى الأثر، يبقى القلم. محمد حسنين هيكل الأستاذ الذي تجاوز 90 والقلم له مرافق. الموقف الصريح والواضح والقلم والكلمة، أدوات هيكل المميزة التي قادته ليتربع على عرش الصحافة المصرية والأجنبية ويساهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق حتى الآن. ولد الكاتب عام 1923 في إحدى قرى القليوبية، وكانت بداية الأربعينيات في القرن العشرين الموعد لتضم الصحافة لها أشهر كتابها، فيبدأ عمله في صحيفة الأهرام إلى أن أصبح رئيساً لتحريرها عام 1957 ولمدة 17 سنة، وتصل معه الجريدة وتصبح واحدة من الصحف العشر الأولى في العالم،
كما ساعد في إنشاء مجموعة المراكز المتخصصة للأهرام ولهيكل العديد من الكتب العربية والأجنبية. عام 1970 عين وزيرا للإعلام، ليأتي عام 74 وينتقل هيكل من صحيفة الأهرام إلى قصر عابدين مستشارا لرئيس الجمهورية بقرار من السادات، فيعتذر هيكل ثم يخرج بعدها من جريدة الأهرام متفرغا للكتب والكتابة فقط. عاش مع الصحافة ولها، توغل في وسط سياسي فيرافق الرؤساء ويكون على تاريخ مصر شاهدا، فها هو المطلع على الكواليس المرافق والقريب من الرئيس جمال عبد الناصر. وداخل أروقة القصور الرئاسية كان مكان هيكل لا يزال باقيا مع تولي الرئيس السادات الحكم، لكن كان الصدام لعلاقتهم عنوانا ويصدر خريف الغضب. أما في عهد مبارك فاختار هيكل أن يكون بعيدا ويتفرغ لكتابته فقط، التي جاء في بعضها نقد لرموز النظام والأوضاع السياسية وقتها، ويؤلف كتابه ذا الأجزاء الثلاثة مبارك وزمانه. أعتقد أن البلد انقذت من مصيبة كانت جاية، لأنه في الحوارات اللي كانت بتقول ده والله ويف ويمر موجة وتمر تاخد لها يوم أو يومين، واللي بيقولوا تسونامي، كان في غالبية الرأي والرئيس مرسي هذه سوف تمر، 130 ألف هيقعدوا لهم وهيصرخوا يومين ويمشوا. هيكل الصحفي، الكاتب، المفكر، المراقب السياسي المحنك، المواطن المصري المخضرم، تتعدد الألقاب والشخصية واحدة. نودعه الآن بحزن، ربما يتملكنا أياما، لكن الفخر بالأستاذ سيتملكنا عمرا. أي عبد العزيز، النهار اليوم. مع الأسف الشديد إن كتير قوي من بيقولوا مش بيثير بس جدل، بيثير خناقات. أنا بعتقد إن البلد انقذت من مصيبة كانت جاية، ما كانت مقبلة عليه البلد كان هو. ومشاهدينا أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع. سيد سعيد أهلا بك. يعني هيكل قدم الكثير من الكتابات العربية للمكتبة العربية، منها وأبرزها خريف الغضب وعودة آية الله وأيضا الطريق إلى رمضان وغيرها أيضا من الكتابات الأجنبية. يعني فقدنا إذن صرح كبير للكتابة في الوطن العربي. أيوة، لا نحن فقدنا صرح كبير في الكتابة ليس في الوطن العربي ولكن في العالم. الأستاذ محمد حسنين هيكل لا يعد صحفيا مصريا وعربيا فقط، وإنما صحفي عالمي بتاريخه الطويل وأدائه الرفيع في المهنة وخبطاته الصحفية التي تفرد بها منذ بداياته وحتى آخر أيام حياته، كان يعني يقدم الجديد والذي يبهر به ليس الصحفيين فقط وإنما يبهر به الرأي العام. أنا في اعتقادي أن احنا فقدنا أحد أدوات القوى الناعمة لمصر. هيكل كان محط أنظار العرب والعالم وسياسيين وصحفيين ومثقفين، وبالتالي كان وجوده في مصر أداة من ضمن أدوات القوى الناعمة التي عاشت عليها مصر طويلا في تصدير الثقافة والفكر إلى محيطها العربي. نعم أستاذ سعيد، يعني هيكل كان الصحفي الأشهر في مصر طوال نصف قرن تقريبا، يعني تربع على عرش الكتابة فيها، وكان أيضا بمثابة نجم تلاحقه الفضائيات للحصول منه على الحوارات التلفزيونية. يعني كيف تلألأ هذا النجم وما هو سر هذا التلألؤ؟
يعني هو البعض بيتعامل على ان هو تلألأ نتيجه علاقته مع الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، لكن انا يعني انبه الى ان الصحفي اذا لم يكن ممتلكا لادواته المهنيه بشكل صحيح لا ينفعه اي علاقه مع اي احد. ربما نجد صحفيين كثيرين يمتلكون علاقات مع سياسيين لكنهم لا يستثمرون هذه العلاقات. هيكل في الاصل تكوين مهني فريد، تكوين صحفي فريد عبر كل شيء. الصحفي هو في المقام الاول لابد ان يكون لديه قدره فائقه في الكتابه، لابد ان يكون لديه علاقات، لابد ان يكون مطلعا قارئا مثقفا متفاعلا. واذا لم يستطيع توظيف كل هذه الادوات مع بعضها البعض لن يكون صحفيا له كيان. هيكل مؤكد انه كان يعني استفاد بالطبع من علاقته مع الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وادى ذلك الى امشتاحه الى، لكن الحقيقه تتبع سيرته المهنيه هنلاقي انه كان في الاربعينات صحفيا متفردا. هو تولى رئاسه التحرير اخر ساعه قبل ان تقوم صور سيريو وقبل ان تبدا علاقاته مع جمال عبد الناصر. كسب جوائز ايام الملك في الاربعينات ايام الملك فاروق، كان موجودا في مناطق ملتهبه في احداث عالميه زي ازمه الكوريتين، زي المناطق ملتهبه زي البلقان زي ايران، كل هذه المناطق كان متواجدا فيها او متواجدا في بعضها قبل ان تقوم ثوره 23 يوليو 1952 وقبل ان تبدا علاقته مع جمال عبد الناصر. لا يؤكد لنا انه كان صحفيا متميزا منذ بداياته. علاقته مع جمال عبد الناصر بالطبع افادته، وفي نفس الوقت من خلال توليه رئاسه تحرير الاهرام سنه 57 والتي حولها من مؤسسه مفلسه الى اهم واحده من اهم المؤسسات العالميه في الصحافه، واحده من اكبر 10 مؤسسات عالميه وجعلها مؤسسه يعني محطه انظار العالم كله. ده يعني عايز اقول ان ده اكد على جانبه الاخر في مهنه الصحافه وهي الاداره. كونه يعني لا 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 ليس شرطا ان يكون صحفيا ممتازا واداريا ناجحا. نعم. هناك من يتمتع بذلك ويتمتع بهذا ويتمتع بذلك. نعم. لكن هيك الجمع بين الحسنيين. نعم. اداره ناجحه لمؤسسه عريقه زي الاهرام، هذا جانب اداري، وطبعا اداره مهنيه. وده الحقيقه يعني نقطة فريدة في أو جانب فريد في شخصية الأستاذ هيكل. كما أشرت هو علاقته مع الرئيس جمال عبد الناصر فتحته على علاقات دولية أخرى، ولكن أكثر كمان ما يلفت النظر إني بعد ما خرج من الأهرام سنة 74 على أثر خلافه مع الرئيس سادات، هناك صحفيين توما يخرجوا من مناصبهم بيموتوا اسما يعني. نعم. يعني ما يبقاش لهم بريقهم، لكن المفارقة أن بريق هيكل ازداد بعد خروجه من الأهرام سنة 74 وتحول إلى ما يمكن تسميته بالمؤسسة الصحفية المتكاملة، وقدم مؤلفاته الغزيرة كلها بعد ما خرج من الأهرام، وازداد لمعانا وبريقا واصبح محط انظار اكثر، واصبح اكثر قوه وتاثيرا مما كان موجودا في الاهرام. كل مؤلفاته الهائله، ملفات السويس والطريق الى رمضان والطريق الى رمضان وللنصر الله لعبد الناصر، كل هذه المؤلفات قدمها بعد خروجه من الاهرام، وهي مراجع تاريخيه هامه لا يستغنى عنها اي قارئ ولا يستغنى عنها اي صانع قرار. هيكل حياتهم ممتده منذ ان بدا المهنه وحتى نهايته، وحتى ان غادرنا، يعني لا يمكن الاقلال من عطائه وتاثيره، ولا يمكن اختصار حياته المهنيه بالقول انه كان صديق وبالتالي هو كان يعني بيديله كل حاجه وعلشان كده كان مهني ناجح. لا، هيكل مهني ناجح
قبل أن يرتبط بعلاقة صداقة مع جمال عبد الناصر، وبعد أن خرج من الأهرام سنة 74 على أثر خلافه الشهير مع الرئيس السادات. نعم السيد سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا وختاما ننتقل وإياكم بعد قليل إلى الزميل أيمن إبراهيم وأحداث النهار لمتابعة هذه التغطية عن وفاة الكاتب الكبير محمد حسن هيكل، والذي توفى منذ قليل إثر إصابته بنزلة برد شديدة عن عمر يناهز 93 عاما. رحم الله الفقيد، إلى اللقاء.